ثم شاهدوا مدينة عزرو هذا المساء الاثنين 12 شتنبر 2021، ساعة تشير إلى 7:15 مساء. شاهدوا مدينة عزرو هذا الصباح، هذا المساء اللي هي واحد المدينة كتمتاز واحد الهدوء وواحد الهواء طيب. تبارك الله، بعد ما طاح شويه ديال الشتا البارح الحمد لله هي حسنات الامور بعدا. انتم كما كتشوفوا الناس كيفاش كيجلوا في الشوارع. شاهدوا بارك الله مدينه عزرو، هذا صوند دار زرو اللي كتشوفوا امامكم، وهذه غابه ديال الصباب اتجاه تمليلين. شاهدوا مدينه عزرو، حنا دائما كنبعثوكم بالصور ديال جميع المناظر اللي شفنا، اللي زعما تبارك الله كتفرح. وانتم شاهدوا مدينه عزرو تبارك الله، وهذا مسجد النور اللي كتعرفوا. هذا تبارك الله، بدا كنحييكم من عزرو هذا المساء، وكنتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا المنظر تبارك الله. وهذا المدينه ديال عزرو واحد المدينه اللي تستاهل الزياره، اللي تستحق الزياره، اللي كتشوفوا الجبال ديالها تبارك الله مكسوه بالشرار البلوط. شاهدوا بارك الله، وهذا الجو تبارك الله على وشك تساقط اسمطري ان شاء الله، الله يرحمنا ان شاء الله. شاهدوا بارك الله، شاهدوا بارك الله، وكما كتشاهدوا دائما احنا الحمد لله دائما كان بعثوا لكم بالمناظر الجميله في المسجد في منظر جميل. وعجبني هذا الجو هذا في مدينه عزرو بعد ما طرقت البارح الحمد لله والبارح، اللي حسنا شويه الوضعيه اللي حيدات ديك الحراره غير مفرطه اللي كانت هذه الايامات الاخيره. وكنتمنى ان شاء الله الخير مع الله، الله يرحمنا في الشتاء باش الناس ان شاء الله يكونوا في السنه المقبله ان شاء الله تكون بالخير في الشتاء والمطر والثلج الى اخره، من محاربه الى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم. Il y a quoi ce que vous voulez, monsieur? Il y a quoi ce que vous voulez, monsieur?